ولقاء مهم جدا مع اتنين نجوم الحقيقه اللي كنا بنتكلم عنهم، هنشوف هيقولوا ايه، تومسون وعمر طارق. اتفضلي يا سلام. خليني يعني في هذه اللحظات ارحب بمحترف النادي الاهلي مايكل تومسون. مايكل تومسون، let me first of all welcome you on our اهلي تي في channel and of course let me welcome you being back again الاهلي team of course. So let me also tell you congratulations for being back again and congratulations for today's match. Thank you. It was a great game. I'm very happy to be back in Egypt playing with Ali, with my family. And I think we had a really good game. Game one, it was a little tough for us, but game two, we came out and played a lot better. طبعا يا كابتن هيثم انا كنت بساله او ببارك له طبعا في البدايه على المباراه النهارده، واكيد ببارك له كمان على عودته مره اخرى لصفوف فريقه لنادي الاهلي، ويمكن كان بيقول ان هو سعيد جدا انضمامه مره اخرى لفريق النادي الاهلي اللي بيعتبرهم طبعا عيلته من ساعه يعني ما كان موجود مع النادي الاهلي في الموسم اللي فات. وكمان اتكلم عن المباراه اليوم والمباراه الاولانيه امام نادي الزمالك، كانوا المباراتين بالنسبه لاداء جميع لاعبي النادي الاهلي كانت الاداء جيد وقوي من جميع اللاعبين طبعا. Okay, let's also ask you about today's performance. How did you see today's performance in the match and of course your performance in the match against the Zamalek? I think we did a great job defensively. We did a lot better than game one with rebounding the ball, sharing the ball. We made a lot of shots today, but we still have some ways to improve. So we're happy about the win, but we know we have to come back for the next game and continue to play hard and play together. طبعا كنت بساله اكيد يا كابتن هيثم عن الاداء النهارده جميع لاعبي النادي الاهلي وبالتاكيد اداؤه مع جميع اللاعبين، كان بيقول النهارده ان المباراه طبعا جيده ويمكن كان اكتر يعني المباراه جيده بالنسبه لاداء جميع لاعبي النادي الاهلي من الناحيه الدفاعيه بالاخص. كمان كان بيتكلم انه كان في اخطاء طبعا في المباراه، ويعني ان شاء الله المباراه القادمه هيقدروا ان هم يحسنوا من يعني الاداء او من الاخطاء دي اللي كانت في المباراه ان شاء الله في المباراه القادمه. تومسون، also let me ask you about when the Ahli club talked to you again and told you we want you to join the club again and also to participate with the team in the Dabal, but in difficult circumstances we saw that you came and you joined the team to participate in the rest of the season with the team and also participate again in the Super League. So what's your feeling? How did you feel when they told you? I was very happy to receive news from Ali Club to continue to play with them. I know the coaching staff, I know the players, and it's always a lot of fun playing with this group. So I'm very happy to be back, and I'm excited to work with this group, and inshallah that we win all the games. طبعا يا كابتن هيثم كنت بساله عن عودته مره اخرى للصفوف فريقه لنادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي طبعا يعني دعاه في البدايه انه يشارك مع الفريق في بطوله افريقيا، ولكن بعد كده يعني في ظروف معينه قدر بعد كده ان هو يجي ويكمل مع الفريق بقيه الموسم. طبعا شايفين اكيد عمر ايه الكلمه لاكي تشارم. يس 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 مبروك. ايه طب كلمه السر يوضح لنا يعني مايكل هو ده كلمه السر جاب لنا الخمس بطولات السنه دي برضه نكسب معاه كل البطولات ان شاء الله. You were the last season you was was with the team and we took the five championships so to, also this year ان شاء الله. I'm happy to be back. Let's win. طبعا مبسوط جدا يا كابتن هيثم ان هو يعني من جديد رجع لصفوف فريق النادي الاهلي وبيشارك بالاخص مع الفريق مش بس في بطوله افريقيا كمان في بقيه المباريات وبقيه الموسم مع فريق النادي الاهلي.